تطبيقات العربيات، تطبيقات سيارات الأجرة. لن أذكر تطبيقا، لكن لازم 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 يبقى في عندنا آلية ما لأن إحنا نراقب جيدا هذه السيارات. عندنا كارثة حصلت في الشروق، بنت زي الورد زي الفل اضطرت تفتح باب العربية وترمي نفسها منها وتتخبط في السور بتاع البردورة. وبعدين ليه؟ لأنه سائق هذه السيارة حاول التحرش بها أو حاول اختطافها. معانا على التليفون والدتها مدام دينا اسماعيل. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. خلينا الأول نطمن على بنت حضرتك. لا حضرتك، هي لسه في حالة إغماء تام، فيش فقد الوعي، فقد التنفس، محطوطة على جهاز تنفس صناعي من يوم الأربعاء لحد النهاردة، ما فيش أي تحسن ولا في أي حاجة. درجة الإدراك 3 من 15. هل في نزيف داخلي في المخ؟ في نزيف داخلي في المخ، وفي ارتشاح في المخ، وفي ارتجاج في المخ. نسبة الارتشاح عالية جدا جدا، حتى مش قادرين يلجأوا لأي عملية جراحية ولا أي حاجة لأن حالتها خطر جدا. وظائف المخ كلها متوقفة. قلبي معاكي، مش عارف أقول لك إيه بصراحة. ربنا يا رب يقومها لك بألف سلامة، ربنا يقومها لك بألف سلامة. إيه اللي حصل لمدام دينا؟ حضرتك، هي نزلت من البيت الساعة 7 ولا 10، كانت رايحة التجمع. كلمتني قالت لي أنا بركب أوبر، هو من تحت البيت. صوت العربية كان مشغل صوت كاسيت عالي جدا. قلت لها طب أنا مش سامعاكي، أنت هتعملي إيه؟ نظامك إيه؟ هتخلصي إمتى؟ قالت لي طب، قلت لها خليه يوطي أنا مش سامعاكي. فقالت له ممكن توطي، ممكن لو سمحت توطي. قعد يبرطم في الكلام بس ما سمعتش برضه قال إيه، لأن كان صوت الكاسيت لسه ما اتقفلش. وبعد كده راح موطي. فبقول لها هو ده بيزعق لك ولا ده بيعمل إيه؟ قالت لي لا ده مع نفسه، ده شكله مش طبيعي. المهم راح جاله تليفون، فلقيته بيزعق تاني في التليفون، بقى بيتخانق مع حد في التليفون بس انا ما اعرفش طبعا بيتخانق مع مين. فقلت لها هو بيزعق لك انت؟ قالت لي لا ده لا لا ده بيتخانق مع نفسه في التليفون، في حد كلمه بيتخانق معاه. قلت لها طب ما تغيري الاوبر دوت، اركبي واحد تاني. قالت لي لا خلاص خلاص، احنا قربنا نخرج من بوابه مدينتي، مش عايزه اتاخر. قلت لها خلاص اول ما توصلي طمنيني. قالت لي طيب. قفلت. ما فيش بعدها بشويه لقيت صحابها بيكلموني، ايوه يا طنط حبيبه عملت حادثه باوبر. طبعا ما رضيوش يقولوا لي عشان ما يخضنيش انها ربت نفسها من اوبر. فقلت لهم طب هاتوا اكلمها. قالوا لي لا هي في العربيه اللي قدامنا وتليفونها معانا بس احنا ماشيين وراها. حضرتك احنا رايحين على مستشفى الشروق العام. فقلت لهم خلاص انا جايه لكم. المهم رحت لهم على هناك. أول ما رحت على هناك لقيتها في الطوارئ، هدومها متقطعة، غرقانة دم، بيخيطوا لها راسها لأنها واخدة 4 غرز في راسها لأن كان دماغها مفتوحة من الخبطة اللي اتخبطتها. فقد الوعي، حاطينها على، ما كانش حتى جهاز تنفس صناعي، كانوا ماسكين أنبوبة وأنبوبة أكسجين وبتاع كده بالونة كبيرة بينفخوا لها عشان يلحقوها في الطوارئ. قالوا لي عندها نزيف جامد جدا على المخ وحالتها خطر، انقليها مستشفى تانية. فبالفعل طلبنا عربية إسعاف مجهزة لأن كان لازم تتنقل تتحط على عربية مجهزة. طلبنا عربية إسعاف مجهزة ونقلناها هنا على المركز الطبي العالمي. ويوم الأربعاء لحد دلوقتي هي ما فيش أي تحسن، ما فيش أي استجابة لأي حاجة، محطوطة على الأجهزة. والعربية اللي كانت فيها دي يا فندم ظروفها ايه دلوقتي؟ يعني هل تم القاء القبض على سائق السياره؟ انا قريت امبارح في بيان وزاره الداخليه ان هم قبضوا عليه وان هو قال انها رمت نفسها ومش عارف رمت نفسها ليه. لا يا بنتي مش مجنونه علشان ترمي نفسها من العربيه وهي ماشيه، مش هتعرض نفسها لوضع زي ده علشان ما عملش حاجه زي ما هو بيقول ان هو بيرش برفان في العربيه ولا بيقفل الازاز. هو مش من حقه انه يقفل الازاز ولا يقفل لوك الازاز، هو ده مش طبيعي، مش تصرف طبيعي. ده طبيعي حد معاك راكب معاك قال لك انهي الرحله ونزلني، انت المفروض توقف العربيه وتنزله. طبعا مش ان انت تقفل اللوك وتقفل الازاز وترش مع برفان ولا ترش، ده تصرف مش طبيعي يعني. التفاصيل دي مش طبيعي انه يعمله يعني. التفاصيل دي وصلتكم ازاي يا مدام دينا؟ لا حضرتك، مكتوبه في بيان وزاره الداخليه اللي 12 امبارح بالليل.
هل حبيبه ربنا يا رب يقومها لك بالف سلامه، يعني كانت قدرت تتكلم في التليفون لما حصلت الواقعه دي بعد ما رمت السمره؟ لا هي كل اللي قالته للراجل اللي هو اللي وقف لها، قالت بالظبط هما 3 كلمات، قالت له اوبر كان هيخطفني، وبعد كده جالها زي تشنجات، وبعد ما جالها التشنجات رجعت. ربنا يا رب يلطف بيها ويقومها لك بالسلامه ويطمنك عليها. احنا اهم حاجه عندنا انها تقوم بالسلام، والتحقيق بالتاكيد هياخد وقت. اكتر حاجه انا ما بطلبش حاجه من ربنا ان غير ان يقومها لي بالسلامه. يا رب وطبعا يا بشكر سياده الرئيس لانه اتصل بنفسه وقدم كل المساعدات اللي في الدنيا طبعا، وقال اي حاجه، حتى لو عايزه تسافر بره تسافر، لو علاج تتعالج. طبعا الف شكر ليه وكتر خيره يعني ان هو اتصل واهتم بالموضوع. بس انا طبعاً اهم حاجه عندي بنتي تقوم. طبعا تقوم بالف سلامه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، يعني بحق الايام المباركه دي باذن الله تقوم لك بالسلامه وتبقى موجوده معاك يعني في رمضان، وان شاء الله ان شاء الله تبقى زي الفل. اشكرك جدا مدام دينا اسماعيل والده حبيبه.